السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم مات الحياة من الدنيا الفانية، ومتابعين الكرام وحشتوني جدا جدا. بما إننا قاعدين وفي فترة حظر، طبعا ما بنتحركش كتير، مهما كان حركتك انت كست بيت أو كراجل رب أسرة، حركتك بتكون مقتصرة على البيت منك فيه، فبالتالي بيحصل الأيام دي عندنا تعب كتير في العظام، خاصة في الظهر، عمود التهاب، في ألام في العمود الفقري، التهاب في الفقرات، تعب في الأطراف، العظام كلها بشكل عام فيها مشكلة. النهاردة جايلكوا بحاجة من اتنين، تستخدمي أي واحدة منهم هتريحك، أو للوجع اللي انت هتحسي بيها تتخلصي منه. أول حاجة معانا هو موف مساج، أنا بثق فيه جدا لأنه بيعمل فايدة من أول استعمال، وكمان رخيص في متناول يد الجميع. هو طبعا بيعمل على إزالة الألم، بيخلصك من صلابة العضلات، بيخلصك من الكدمات والالتواءات والالتهابات اللوفية. هو كريم موضعي، كل ما تحس بألم ممكن تعمليه، تدهنيه في المكان المصاب وبتعملي له مساج، وإن شاء الله بيجيب معاكي نتيجة. أول حل التاني، وده بيكون من عند العطار وبرضه ب9 جنيه، مش فلوس، أو ب8 جنيه، وفي متناول يد الجميع، ولكن بيحظر استعماله للناس اللي هي عندها آلام في العمود الفقري. تمام. وكمان عايزة أقول نقطة، لو هتجيبوا زيت الكافور تجيبوا اللي هو الأبيض، في زيت كافور بيكون من هنا لونه أصفر، لا الزيت الأبيض ده هو الأأمن والأصح، لأنه بيبقى معمول بالتركيز اللي الوزارة سامحة بيه للاستعمال. فدي نقطة كمان، الابيض من جوه اهو. تمام. طيب هنستخدم زيت الكافور ده كبديل للكريم مساج، وبيفوق كمان عن كريم المساج او موف مساج. ليه؟ لان استعمالاته كتيرة جدا جدا. بنستعمل كريم او زيت الكافور كمخدر موضعي، الناس اللي بيبقى عندها تنمل بالاعصاب ممكن جدا ان هي تدلك بيه هتخلص تماما، وكمان الالتهابات الطرفية بأنواعها، بيعالج الروماتيزم وآلام المفاصل، بينشط الدورة الدموية في الأماكن المصابة من الجسم خاصة المفاصل، بيقلل طبعا الشعور بالألم، بيساعد على تقوية المناطق وتغذيتها بالفيتامينات والمعادن الهامة، بيقلل مشاكل هشاشة العظام اللي بتسببها الالتهابات، بيحمي العظام من الهشاشة اللي بتصيب المرأة بعد سن 30، بيقوي العظام وبيحميها من الروماتويد. كريم الكافور او زيت الكافور الابيض من جوه، الزيت اللي لونه ابيض، ركزوا، انا والله براعي ضميري في اي كلمة بقولها او اي معلومة انا بقدمها، هو اللي بيكون اللي مصرح بيه الوزارة، او موف مساج، وده بيقدر يخلصك من الام العظام بشكل عام. موانع استعماله، الناس اللي عندها حساسية، طالما في زيت او كريم اي حاجة انت اساسا بتستخدميها بيكون عندك حساسية من الروائح، من الزيوت، بتقدري تجربي ده في حتة صغيرة مثلا عندك، هتلاقي نفسك تمام التمام وتخلصت منه تماما. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. لو بيعجبكم مواصفاتي، فيديوهاتي او اي حاجة بنزلها بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.